أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل، يا وكيل يا كفيل، يا دليل يا قبيل، يا مديل يا منيل، يا مقيل يا محيل، سبحانك لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، وكان الكلام في سادسا، هذا عنوان سادسا، ابن كثير والعقد الفريد. قال ابن كثير: وقد نسب شهاب الدين ابن عبد ربه إلى خالد القسري أشياء لا تصح. عندنا تحت هذا العنوان سيكون عندنا عدة نقاط، سنتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى، قال ابن كثير: وقد نسب شهاب الدين ابن عبد ربه إليه، أي شهاب الدين الأندلسي، إلى خالد القسري أشياء لا تصح، لأن صاحب العقد الفريد، أي شهاب الأندلسي، لأن صاحب العقد الفريد كان فيه تشيع شنيع، كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت. إذن يقول ابن كثير، يقول: وقد نسب شهاب الدين إلى خالد القسري أشياء لا تصح، وقد نسب الأندلسي إلى خالد القسري أشياء لا تصح، لأن صاحب العقد الفريد، لأن الأندلسي كان فيه تشيع شنيع، كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت، وربما لا يفهم أحد كلامه ما فيه من التشيع، وربما لا يفهم أحد كلامه ما فيه من التشيع، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره. وقد اغتر به، أي اغتر بالأندلسي بشهاب الدين. من الذي اغتر به؟ اغتر به الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره في البداية والنهاية الجزء العاشر. وأنا أيضا أعلق على هذا الكلام، أقول: يا ابن كثير، إذا كان لا يفهم أحد كلام صاحب العقد، الكلام صاحب العقد الفريد وما فيه من تشيع شنيع ومغالات، أنت تقول يا ابن كثير، يا تيمي، يا شيعة ابن تيمية، يا من تشيع لابن تيمية ولمعاوية وآل أمية، أقول لك يا ابن كثير، إذا كان لا يفهم أحد كلام صاحب العقد الفريد كما تقول، لا يفهم أحد كلام صاحب العقد الفريد وما فيه من تشيع شنيع ومغالات، إذن أنت من أين فهمت وعرفت ذلك؟ أنت تنتقد الذهبي وغير الذهبي وتقول لا يوجد أحد يفهم ما في نية، ما في حقيقة، ما في معتقد الأندلسي صاحب العقد الفريد، لا يوجد أحد يفهم هذا، فأنت من أين فهمت بأن هذا فيه تشيع شنيع، فيه مغالاة لأهل البيت وفي أهل البيت؟ فيا ابن كثير، إذا كان لا يفهم أحد كلام صاحب العقد وما فيه من تشيع شنيع ومغالاة، إذن أنت من أين فهمت وعرفت ذلك؟ فهل اطلعت على الغيب وعلمت ما في السرائر والنيات والقلوب، أو اشتغلت بالسحر والشعبذة والشعوذة وقراءة الكف والفنجان ففهمت وعلمت؟ فأين أنت يا ابن كثير؟ فابن عبد ربه الأندلسي يقول:
ويعلن تسننه ويصدح برأيه ومعتقده السني بالخلافة والخلفاء والصحابة، بل أنه صرح وأشعر بقصيدة وقصد بقصيدة وبمنظومة وأشعر بقصيدة وأرجوزة أعلن فيها تسلسل الخلفاء، أعلن فيها تسلسل الخلفاء، فذكر الثلاثة، ذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ذكر الثلاثة. التفت جيدا، عنده الشعر، عنده قصيدة، عنده أرجوزة أعلن فيها تسلسل الخلفاء، فذكر الثلاثة وجعل معاوية رابعا، ذكر الثلاثة وجعل معاوية رابعا. معاوية، اعتبر معاوية من الخلفاء الراشدين، اعتبر معاوية في الترتيب الرابع، قدم معاوية على علي وعلى كل الصحابة، جعله بعد عثمان. إذن وجعل، إذن أقول يا ابن كثير، فابن عبد ربه الأندلسي يقول ويعلن تسننه ويصدح برأيه ومعتقده السني بالخلافة والخلفاء والصحابة، بل أنه صرح وأشعر بقصيدة وأرجوزة وأعلن فيها تسلسل الخلفاء، فذكر الثلاثة وجعل معاوية رابعا، فلم يشر لأمير المؤمنين علي ولا لأهل بيته عليهم السلام. فمن أين علمت يا ابن كثير، يا مقلدا لابن تيمية وتابعا له وذائبا كليا في منهج التيمية، وهل أن ذكر جزء يسير من أخطاء أو ذنوب أو رذائل أو قبائح أحد حكام بني أمية أو أحد أمرائهم كالقسري يعني عندك أن هذا تشيع شنيع؟ فهل نفهم بوضوح أن ذلك مطابق لنهج السستاني في تكفير وتقتيل وتهجير كل من لا يقول بعصمة السستاني ووكلائه ومعتمديه مهما فعلوا من قبائح ورذائل وموبقات وفضائح وفساد؟ وهل أن الذي يختاره السستاني ويعتبره خصما، وهل أن الذي يختاره السستاني ويعتبره خصما وعدوا له ومتشيعا شنيعا لخصوم ما عدا السستاني، حتى لو لم يصدر أي شيء من الشخص يدل على ذلك، لكن السستاني وأخصائه يفهمون ويعرفون توجهات ومعتقدات هذا الشخص من خلال علمهم بالغيب واطلاعهم على السرائر وما في القلوب، أو لعلمهم بالسحر والشعوذة والشعبذة وقراءة الكف والفنجان، أو لغة خاصة مع أمير المؤمنين ومع الإمام من هذه الخزعبلات التي يخدع بها السستاني أتباعه وأزلامه. فهل هذا النهج لابن كثير هو نهج سستاني تيمي؟ هذا أولا. ثانيا، بعد بحث طويل نسبيا فإني لم أجد في العقد الفريد ما فيه ذم وقدح بخالد القسري، بل ممكن القول أن الموجود عكس ذلك، فقد أثنى عليه وامتدحه. التفت جيدا، يعني الآن ليس فقط أن الأندلسي جعل معاوية رابع الخلفاء ولم يشر لعلي عليه السلام، وليس فقط هذا، بل حتى في قضية القسري فإني لم أجد، التفت، ربما البعض يجد، لكني لم أجد في كتابات ضمن البحث الذي بحثت، لم أجد في كتابات العقد الفريد للأندلسي، لم أجد في كتابات الأندلسي في العقد الفريد أو في غير العقد الفريد ما نقل عنه، لم أجد فيه ما يقدح بخالد القسري. أقول بعد بحث طويل نسبيا فإني لم أجد، لا في العقد الفريد ولا في غيره، فإني لم أجد ما فيه ذم وقدح بخالد القسري، بل ممكن القول أن الموجود عكس ذلك، فقد أثنى عليه وامتدحه في أكثر من موضع. فمثلا ذكر موقف خالد القسري في قتل وصلب المغيرة، هذا المغالي المغيرة وتحدث
حكينا عن المغيرية الذي هو خط السبائية. أقول فمثلا ذكر موقف خالد القسري في قتل وصلب وصلب المغيرة الذي وصفه بالرافضي السبئي القائل بي، هذا من الذي وصف المغيرة؟ هذا الأندلسي صاحب العقد الفريد. يقول أقول فقد وصف المغيرة بأنه رافضي سبئي، وقال أيضا قال الأندلسي قال أن عليا يعني ينقل صاحب العقد أو ينقل الأندلسي عن المغيرة، يقول بأن المغيرة يقول بأن المغيرة يبني على بأن المغيرة يعتقد بأن المغيرة يدعي بأن عليا لو شاء لأحيا عادا وثمودا وقرونا بعد ذلك كثيرا. إذن ينقل يقول المغيرة يقول المغيرة القائل بي أن عليا لو شاء لأحيا عادا وثمودا وقرونا بعد ذلك كثيرا. أين هذا؟ هذا في العقد الفريد الجزء الثاني، نقل هذا المعنى عن خالد القسري وحادثة خالد القسري مع المغيرة. أقول أيضا كما أن صاحب العقد الفريد عد القسري، عد خالد القسري، عد القسري من خطباء العرب وذكر له نماذج كثيرة من خطبه كما في العقد الفريد الجزء الرابع، إضافة إلى أنه ذكر مواقف لخالد القسري في سياق حديثه عن شخصيات اعتبرها من الأجواد كما في العقد الفريد الجزء الأول. النقطة الثالثة أقول الاضطراب في تفكير ابن كثير واضح جلي، وهو صفة ملازمة لابن تيمية وشيعته، حيث تكشف عما في نفوسهم وقلوبهم من سقم ورين وطبع ناشئ عن بغضهم الشديد وحقدهم الدفين على علي أمير المؤمنين وآل بيت الرسول الصادق الأمين عليه وعليهم الصلاة والتسليم، إلى المستوى الذي لا يكون المرء مجازفا ولا مترددا ولا شك كان في وصفهم بالنفاق وأخبث النفاق. فنجد ابن كثير يمدح صاحب العقد الفريد في موضع، هذا مثال للاضطراب وعدم الاتزان، وهذا مثال عن الحقد وكشف عن الحقد الذي هم فيه. فنجد ابن كثير يمدح صاحب العقد الفريد في موضع ويشكك فيه في موضع آخر، ويذمه ويتهمه وينتقص منه ويكفره بافتراء وكذب بافتراء ويكفره بافتراء وكذب وضيع متهما إياه بالتشيع الشنيع والمغالاة. فمثلا أثناء ابن كثير على الأندلسي فقال وكان من الفضلاء المكثرين والعلماء بأخبار الأولين والمتأخرين، وكتابه العقد يدل على فضائل جمة وعلوم كثيرة مهمة. في البداية والنهاية الجزء 11 الجزء 11. وقال ابن كثير في موضع آخر ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه. إذن قبل قليل هو يمدح صاحب العقد الفريد، الآن يقول في موضع آخر يقول ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه وميل ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه وميل إلى الحد من بني أمية. يقول يدل كثير من كلام الأندلسي على تشيع فيه وميل إلى الحد من بني أمية، وهذا عجيب منه. لاحظ الآن يقول هو يعني فيه تشيع، ما هو التشيع الذي فيه؟ أنه يحاول الحد من بني أمية، التقليل من شأن بني أمية، أو القادح ببني أمية، أو عدم الإكثار من مديح بني أمية وذكر مفاخر بني أمية، بين قوسين بين هلالين المفاخر. يقول هو الذي يقول ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه وميل إلى الحد من بني أمية، وهذا عجيب منه. لماذا عجيب؟ التفت الاضطراب عنده، يقول وهذا عجيب عنده وهذا عجيب منه، لأنه أحد مواليهم وكان الأولى به أن يكون ممن يواليهم لا ممن يعاديهم. أين المعادات؟ التفت جيدا، يقول على تشيع فيه، هذا انتهينا منه. يقول وميل إلى الحد من بني أمية، إذن هذا الميل إلى الحد من بني أمية هذه هي المعادات. يقول كان الأولى أن يكون ممن يواليهم لا ممن يعاديهم، هذه هي المعادات عندك يا ابن كثير. جعل معاوية الخليفة الرابع
من خلفاء المسلمين. هذه هي المعادات عندك يا ابن كثير، ماذا تريد؟ لا يوجد إلا أن يجعل معاوية في منزلة الإله، يجعل معاوية ربا يعبد من دون الله، أو صنما وعجلا كما السيستاني عبارة عن صنم وعجل يعبد من دون الله أو يعبد ليقرب إلى الله، هكذا كما جعل. يعني ابن كثير يريد أن يجعل المعاوية كما يجعل السيستاني الآن، يريد من الأندلسي أن يجعل لمعاوية منزلة، منزلة الألوهية والربوبية حتى يتقرب به إلى الله، كما جعلوا للسيستاني منزلة ليتقرب به إلى الله. وليتهم أتوا بعجل بني إسرائيل، بالعجل صاحب الخوار، وتقربوا به إلى الله، لأن العجل جماد لم يصدر منه، هذا الذي عبدوه هو عبارة عن جماد، عبارة عن جسد لا روح فيه، لا يوجد فيه تكليف، ليس عليه تكليف، بينما هنا من يجعل بمنزلة العجل قد ارتكب كل المعاصي والرذائل والقبائح والجرائم، وسفك الدماء وهجر الأبرياء وسرق الأموال ودمر البلاد والعباد. إذن هذا الموضع الثاني. وقال ابن كثير في موضع آخر: ويدل كثير من كلامه على تشيع فيه وميل إلى أحد من بني أمية، وهذا عجيب منه، لأنه أحد مواليهم، وكان الأولى به أن يكون ممن يواليهم لا ممن يعاديهم، كان الأولى به أن يكون ممن يواليهم لا ممن يعاديهم. يعني عند ابن كثير المقياس ليس مقياس حق وباطل وإيمان ونفاق وضلالة وهداية، وإنما هذا عبد لهذا، هذا ملك لهذا، هذا ابن هذا، هذا رئيس عشيرة على هذا. إذن الأولى بهذا أن يتبع السيد، يتبع رئيس العشيرة، يتبع الأب، يتبع الآباء. لماذا؟ لأنه موالي لهم، لأنه عبد لهم، لأنه تحت أمرتهم، لأنهم يصرفون عليه، لأنهم يحمونه، لأنهم السبب في وجوده، في بقائه، في معيشته، في سمعته، في مستقبله. أهكذا أو على هذا أو بهذا تقاس الأمور؟ وهل تعتبر جعل معاوية الخليفة الرابع في التسلسل الرابع من المعادات ومن التشيع الشنيع لأهل البيت؟ هل تريد أن يقدم معاوية ويكون في المرتبة الأولى، في المنزلة الأولى، يتقدم على الخليفة الأول والثاني والثالث، على الخليفة الثالث والثاني والأول؟ هل يتقدم على رسول الله؟ هل يتقدم على الله؟ إذن وقبل ذلك أيضا في الجزء العاشر من البداية والنهاية قال: كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت. النقطة الرابعة، أقول تأكيدا على الأزمة النفسية والرين القلبي عند النواصب مبغضي علي وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام، نجد أنهم غفلوا عن الولاء والحب والتشيع الأموي عند الأندلسي وجحده بأبسط حقوق وأوضح حقائق الإمام علي وآل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام، حيث ينكر خلافة علي عليه السلام فيخرجه من عنوان الخلفاء الراشدين ورابع الخلفاء، ويجعل معاوية رابع الخلفاء. فقد روى المقري في نفح الطيب نقلا عن كتاب التكملة لابن الآبار بسنده عن أبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري الفقيد الطرطوشي قال: نزل القاضي منذر بن سعيد على أبي بطرطوشة وهو يومئذ يتولى القضاء في الثغور الشرقية، فأنزله أبي في بيته الذي يسكنه، فكان إذا تفرغ نظر في كتب أبي، فمر على يديه كتاب أرجوزة ابن عبد ربه، أي أرجوزة الأندلسي، أرجوزة ابن عبد ربه أي الأندلسي، يذكر فيه الخلفاء ويجعل معاوية رابعهم، ولم يذكر عليا فيهم، ثم وصل بذكر الخلفاء من بني مروان. التفت جيدا، يعني الخلفاء الأول الثاني الثالث، معاوية رابعا، بعد هذا ينتقل إلى خلفاء بني أمية، وسنعرف منهم خلفاء بني أمية، ولم يذكر عليا فيهم، ثم وصل بذكر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرحمن بن محمد،
هذا الكلام للراوي يقول: فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربه. الكلام أين نزل؟ القاضي منذر بن سعيد على أبي بطرطوشة وهو كذلك يقول. فإلى أن وصل قال: ومر على يديه كتاب يذكر فيه الخلفاء ويجعل معاوية رابعهم ومن يذكر عليا فيهم، ثم وصل بذكر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرحمن بن محمد. فلما رأى ذلك منذر، أي لما رأى القاضي منذر هذا الشيء، ماذا عمل؟ يقول: غضب وسب ابن عبد ربه. العنوان السابع: سابعان ابن كثير، ابن كثير ومغالاته وتشيعه الشنيع. الآن تبين التشيع الشنيع عند ابن كثير وليس عند الأندلسي. أقول سابعا ابن كثير ومغالاته وتشيعه الشنيع. أيضا عندي نقاط أقول. أولا أو النقطة الأولى: لقد تشيع ابن تيمية لمعاوية، لقد تشيع ابن تيمية لمعاوية وآل أمية تشيعا شنيعا، وقد غالى فيهم إلى المستوى الذي اختص فيه، إلى المستوى الذي اختص فيه ابن تيمية باعتقادات سيسأل عنها يوم الحساب. لقد تشيع ابن تيمية لمعاوية وآل أمية تشيعا شنيعا، وقد غالى فيهم إلى المستوى الذي اختص فيه ابن تيمية باعتقادات سيسأل عنها يوم الحساب، ويكون خصيمه، ويكون خصيمه رسول الله وأمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء والإمامان الحسن والحسين وآل البيت الأطهار والصحابة الراضون المرضيون والتابعون والأولياء الصالحون. فمن الناحية التطبيقية العملية الفعلية نشعر ونلمس أن منهجية التيمية، أن منهجية التيمية مخالفة لمناهج المسلمين وشاذة عنها، وممكن أن تكون منبهة، وممكن أن تكون منبهة ومشيرة إلى أن لابن تيمية، أن لابن تيمية قرآنا غير قرآن المسلمين، وسنة غير سنتهم، ونبيا غير نبيهم، وإماما غير إمامهم، وأن تشريعات التيمية، وأن تشريعات التيمية غير تشريعات المسلمين. فيلزمك المنهج التيمي بإلغاء عقلك والتصور والتصديق بأن معاوية هو، بأن معاوية أخو وابن عم نبيهم الذي يعتقدون به، وزوج ابنته وبضعته، وأن معاوية خليفة نبيهم ومنزلته منه بمنزلة هارون من موسى، وأنه أول من أسلم وآمن بنبيهم برسولهم، وأنه أخوه وقد اختص به في المواخاة، وأنه من البدريين وعلى رأس أصحاب بيعة الرضوان، وأنه مع الحق والحق معه، وأنه مع القرآن والقرآن معه، لا يفترقان حتى يرد الحوض على نبيهم، وأن نبي التيمية ترك فيهم الثقلين كتاب الله وأهل بيت أمية، وأنهما لن يفترقا أبدا، وأحدهما وأنهما لن يفترقا أبدا وأحدهما عدل الآخر، وأن آية التطهير نزلت في معاوية ويزيد وآل أمية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم، وأن الصلاة لا تتم ولا تصح إلا بالصلاة عليهم. أنه وأنه 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 حتى اجتهد وأجهد نفسه كثيرا وتبعه شيعته في العمل بكل طاقة وطريقة، بكل طاقة وطريقة ووسيلة للطعن بأمير المؤمنين علي عليه السلام وسلب كل فضيلة له وتجريده منها كليا، بالتزامن مع إلباس معاوية وآل بيت معاوية وأمية الفضائل لعلي عليه السلام، بل زادوا عليها وبالغوا فيها، فكان تشيعهم لمعاوية تشيعا شنيعا، ومغالاتهم بآل أمية بدرجة عالية. ونحن في الوقت الذي نحترم فيه رأي ابن تيمية، في الوقت الذي نحترم فيه رأي ابن تيمية وشيعته، لكننا نتبرأ مما يقولون ونشفق عليهم، ولهم رأيهم ولنا رأينا، ونبقى في طور نطاق النقاش والحوار العلمي الشرعي الأخلاقي. فلا تكفير ولا فحشة ولا سوء، ولا فلا تكفير ولا فحشة وسوء خلق
ولا تقتيل وسفك دماء ولا إباحة أموال وأعراض. النقطة الثانية، صاحب العقد الأندلسي أموي الولاء والمنشأ والتربية والاعتقاد، وقد قضى شطرا من حياته، شطرا طويلا لا نعلم هل تاب أو متى تاب أو كم من الوقت استغرق حتى تاب، وقد قضى شطرا من حياته غارقا في الخمور والفحش والنساء، وقد انعكس هذا في كتاباته في موارد كثيرة، وأن كتب السير وأن كتب السير والتاريخ والتراجم أشارت وبكل وضوح إلى ذلك، وبعد استثناء الخليفة عمر بن عبد العزيز وبعض القطع الزمانية المحدودة، أشارت إلى الحالة العامة الشائعة بين الحكام والأمراء الأمويين. أقول وبعد استثناء الخليفة عمر بن عبد العزيز وبعض القطع الزمنية المحدودة، أشارت تلك الكتب إلى الحالة العامة الشائعة بين الحكام والأمراء الأمويين والرموز الاجتماعية المقربة من البلاط المتمثلة بالظلم والاستبداد المقرون بانحلال وانحراف ومجون وفساد، حتى وصل رأي وقرار الحاكم الأموي أن يشرب الخمر في بيت الله وعلى بيت الله الحرام، حتى وصل رأي وقرار الحاكم الأموي أن يشرب الخمر في بيت الله وعلى بيت الله الحرام، وإذا أضفنا إليها شرعنة المستأكلين وعاظ السلاطين لفساد ومنكرات وقبائح وظلم الحكام وذوي الطول والرموز والواجهات، كما صار في عصرنا الفلنتاين مباحا ومستحبا والمثلية حرية وتطورا وانفتاحا وحلالا، وصار الاحتلال والتسلط والفساد وسفك الدماء وأكل لحوم البشر والتمثيل بجثث الأموات وتدمير البلاد وتهجير وتشريد العباد، صار حلالا ومستحبا وواجبا ببركة السيستاني ومواقفه وفتاواه. ففي وسط تلك الأجواء لا يبقى تردد ولا حرج ولا محذور في ذكر النساء والخمور والفجور والفحشاء، ومن هنا لم يجد الأندلسي أي محذور فيما كتبه عن الفحش والخمر والفجور والنساء، فضلا عن الموسيقى والطرب والرقص والغناء. النقطة الثالثة، فيا ترى هل أن نقمة ابن كثير والتيمية على صاحب العقد الفريد واتهامهم له بالغلو، التفت كل ما نذكر شيئا ومعنى في نقطة ضع المعنى في ذهنك حتى يكتمل عندك المعنى الكلي في نتيجة الكلام. أقول النقطة الثالثة، فيا ترى هل أن نقمة ابن كثير والتيمية على صاحب العقد الفريد، هل أن نقمة ابن كثير والتيمية على صاحب العقد الفريد واتهامهم له بالغلو والتشيع الشنيع لعلي وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أشار في سياق الكلام إلى موقف واحد لمعاوية الذي لا يرى فيه الأندلسي أي مثلبة ولا انتقاص، كما بينا قلنا كل الأجواء هي عبارة عن فحش وفساد وخمور ونساء، فلا يوجد فيها أي غرابة، لم يجد الأندلسي أي مثلبة ولا انتقاص، بل يحتمل أنه يريد فيه المدح والفضيلة ومكارم الأخلاق، كما يحصل من يطلع من يقرأ من اطلع على سيرة يعني من يسير في طريق الفحش والرذيلة والفساد والابتعاد عن الدين والانحراف، يفتخرون ب أعمالهم وبإنحرافاتهم وبقبائحهم وبفسادهم، بل يحتمل أنه يريد فيه المدح والفضيلة ومكارم الأخلاق والسماحة والتواضع والانفتاح عند معاوية، وهنا لابد من الإشارة أو عند معاوية عند الحكام الأمويين، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مثل هذه المكرمة والفضيلة وهذا المدح لا يمكن أن يدعيه الأندلسي للخليفة الأول وللخليفة عمر رضي الله عنهما، بل حتى لعثمان. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا بتلك الصفة والعادة والطبيعة التي يمكن أن يقال فيهم ما قاله الأندلسي عن معاوية وكذلك على أبي سفيان وآل مروان. فماذا قال الأندلسي؟ التفت جيدا، يوجد فرق بين معاوية
الأموية وبين الخلفاء. يوجد حاجز يوجد درع بين الخليفة الأول والثاني وكذلك الثالث من جهة ومن جهة أخرى معاوية. إذن فماذا قال الأندلسي؟ أليف، عندي أليف وباء وجيم. أليف، قال ابن عبد ربه في المقدمة، أي قال الأندلسي في المقدمة، يقول ألفت هذا الكتاب، التفت إلى توجهات الأندلسي ومعتقد الأندلسي وكلمات الأندلسي، يقول ألفت أليف إذن ألفت هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخير جواهر الأدب ومحصول جوامع البيان، فكان جوهر الجواهر ولباب اللباب، وإنما لي فيه تأليف الاختيار وحسن الاختصار وفرش لدور كل كتاب أو فرش لدور كل كتاب وحسن الاختصار وفرش لدور كل كتاب وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء ومأثور عن الحكماء والأدباء. التفت جيدا، إذن توجه عام، توجه منفتح، هذا أين؟ في مقدمة العقد الفريد الأندلسي. باء، قال الناصري كان ابن عبد ربه على مذهب، كان ابن عبد ربه على مذهب أهل الأندلس وهو المذهب المالكي، فهو المذهب السائد في الأندلس، أين؟ في الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري، الجزء الأول للناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى الناصري. جيم، العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وهذا نص الخبر. الآن أتينا إلى الخبر، ماذا يقول؟ يقول عن الأصمعي قال كان معاوية، قلنا هذا إذا كان الوقت والزمان زمان الانفتاح والحرية والديمقراطية وما يسمى الآن بين قوسين السبورتية في المصطلح، إذا كان الأجواء بهذه الخصوصية كما يحصل الآن عمامة مع التبرج ومع السفور ومع الرذيلة ومع الغناء ومع الطرب ومع الرقص ومع الخمور ومع السرقة ومع الاغتصاب، قرنة العمامة مع الرذائل ببركة السيستاني وأزلام السيستاني ووكلاء السيستاني ومعتمدي السيستاني وفسقة السيستاني. قال كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر سماع الغناء، فأقبل معاوية عاما من ذلك حاجا، فنزل المدينة فمر بدار عبد الله بن جعفر فسمع عنده غناء على أوتار، فوقف ساعة يستمع وهو يقول استغفر الله استغفر الله، فلما انصرف من آخر الليل مر بداره أيضا فإذا عبد الله قائم يصلي، فوقف ليسمع قراءته فقال الحمد لله، ثم نهض وهو يقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هذه آية من سورة التوبة. إذن معاوية إذن وجد عبد الله يسمع الغناء فاستغفر الله، سمع عنده الغناء وعزف على الأوتار وقف يستمع وقال استغفر الله. الآن لماذا وقف يستمع لمدة ساعة؟ هذه علموها عند معاوية وعلموها عند الله. نسأل معاوية لماذا بقي لساعة تستمع؟ يكفي أن تستمع لنصف ساعة، لربع ساعة، لربع ساعة، لخمس دقائق، لدقيقة واحدة كافية، لبضعة ثواني تعرف أنه هذا غناء وهذا يدق على الأوتار وتنصرف. لماذا بقيت ساعة يا معاوية؟ سنعرف هذا ربما خلال الرواية، نكشف هذا الأمر. يقول فوقف ساعة يسمع وهو يقول استغفر الله استغفر الله، بعدها انصرف ورجع في الليل وجد عبد الله يصلي فقال الحمد لله، ثم نهض قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إذن سمع الغناء لمدة ساعة، جلس حتى يسمع قراءة عبد الله في الصلاة، هناك استغفر وهنا حمد الله وأتى بهذا النص، انتقد فعل عبد الله قال واستشهد بالنص القرآني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فلما لازلنا في سرد الرواية، فلما بلغ ابن جعفر يعني عبد الله، فلما بلغ ابن جعفر ذلك، بلغه أن معاوية فعل كذا وقال كذا، فلما بلغ ابن جعفر ذلك أعد له طعاما، أعد له طعاما ودعاه إلى منزله. إذن الآن عبد الله دعا معاوية إلى طعام، إلى وليمة، إلى مأدبة. فلما بلغ ابن جعفر ذلك أعد له طعاما ودعاه إلى منزله
وأحضر عبد الله أي ابن جعفر، وأحضر ابن جعفر وأحضر ابن صياد المغني، أي وأحضر عبد الله أحضر من؟ أحضر ابن صياد المغني. ثم تقدم إليه يقول: إذا رأيت معاوية واضعا يده في الطعام، التفت، إذا رأيت معاوية واضعا يده في الطعام فحرك أوتارك وغني. فلما وضع معاوية يده في الطعام حرك ابن صياد أوتاره وغنى بشعر عدي بن زيد، وكان معاوية يعجب به. ماذا قال؟ قال: يا لبينا، وهي زوجة إبليس، يا لبينا أوقد النار، إن من تهوين قد حار، رب نار بت أرمقها، تقضم الهندي والغارة، ولها ظبي أججها، عاقد في الخصر زنارة. ما هي المعاني هذه؟ أنتم فتشوا عن هذا المعنى وما هو المقصود، يوجد من يفهم هذه المعاني وماذا يقصد منها. يقول: قال فأعجب معاوية غناؤه حتى قبض يده عن الطعام وجعل يضرب برجله الأرض طربا. فقال له عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين، إنما هو مختار الشعر يركب عليه مختار الألحان، فهل ترى بأسا؟ قال: لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان، لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان. هذه حكمة، سجلوا هذه الحكمة من معاوية، هذا الحكم من معاوية: لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان. وذكر أيضا أن معاوية طربا شديدا وجعل يحرك رجله في العقد الفريد الجزء السابع. النقطة الخامسة، أقول لله وللتاريخ، أقول إني لا أجد أي غرابة ولا أي مجازفة فيما نقله ابن عبد ربه الأندلسي للحادثة، ولا يوجد أي مؤونة في التصديق بها، لأنها تعبر وتمثل عن الحالة الطبيعية السائدة بين أولياء الأمور مفترضي الطاعة الأئمة خلفاء الله ورسوله، طبعا بين قوسين خلفاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حالة واقعية شاخصة أمامنا، وهي حالة واقعية شاخصة أمامنا عند أولياء أمورنا ورؤسائنا وحكامنا وملوكنا وأمرائنا، والكل يصر على ما يفعل ويفتخر بما يفعل، ومع هذا يبقى هذا ولي الأمر برغم ما يفعل ويصر على ما يفعل ويفتخر بما يفعل، ومع هذا يبقى وليا وإماما وخليفة وأمير المؤمنين ومفترض الطاعة وإنصافا لهم وللحقيقة، إنصافا لحكام هذا الزمان، لرؤساء هذا الزمان، لسلاطين هذا الزمان، لرؤساء وزراء هذا الزمان، لوزراء هذا الزمان، لسياسي هذا الزمان، لقادة كتل هذا الزمان، لمعممي هذا الزمان وغير معممي هذا الزمان، لإسلاميي هذا الزمان ولغير إسلامي ولعلمانيي هذا الزمان. أقول وأنصافا لهم، لهؤلاء الحكام، لهؤلاء الزعماء، لهؤلاء الأمراء، لهؤلاء القادة، وأنصافا لهم وللحقيقة والتاريخ، فإنما وقع ويقع من أفعال رذيلة وموبقات وفساد ومخالفات للشريعة بل والأخلاق، فإنها من هؤلاء في هذا العصر، فإنها لا تقارن بما صدر من أولياء الأمور الأمويين وباقي أولياء الأمور، ولا أعرف كيف يؤصل وينظر شيعة معاوية والأمية من التكفيريين، كيف يؤصلون وينظرون لتكفير حكام هذا العصر وعساكرهم وكل العاملين معهم، ويحرضون للخروج عليهم وقتلهم وسفك دمائهم والتمثيل بجثثهم وإباحة أموالهم وأعراضهم، بالرغم من أن حكام هذا الزمان يمثلون الشرف والأخلاق فيما لو قورنوا مع حكام بني أمية وأفعالهم وانحرافهم وضلالاتهم. فإذا وجبت طاعة سلاطين بني أمية، فإن وجوب طاعة حكام هذا الزمان أثبت وآكد
وأكد وآكد وأوجب بمئات المرات، اقرأوا وتعلموا كي تتيقنوا ما ذكرته لكم، وعليكم أن تتعظوا كي لا تأخذكم رياح الفساد الفكري وفتن التكفير والإجرام ورذائل الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أذكر بعض الموارد التي تشير إلى ما ذكره من معاني قبل قليل. المورد الأول في شذرات الذهب يقول، الآن كلام عن من؟ عن خلفاء الأمويين، عن الأجواء التي تحدثت عنها قبل قليل، عن أجواء الدولة الأموية، أجواء الحكام الأمويين، أجواء الأسر الأموية، أجواء الأمراء، أجواء الوزارات، رئاسة الوزراء، البرلمان، الحكام، المجالس الخاصة والعامة. إذن المورد الأول في شذرات الذهب يقول، ومن مجونه أيضا على شرابه قوله لساقيه. ماذا يقول هذا الحاكم الأموي؟ ماذا يقول لساقيه؟ يقول، هذا في شذرات الذهب، يقول ومن مجونه أيضا على شرابه قوله لساقيه، اسقني يا يزيد بالقرقارة قد طربنا وحنت الزمارة، اسقني اسقني فإن ذنوبي قد أحاطت فما لها كفارة. من هذا الذي يقول؟ الحاكم الأموي. ماذا يريد؟ ماذا يطلب من الساقي؟ يطلب الخمر. يقول وقرأ، لا زال الكلام أيضا في شذرات الذهب لعبد الحي الحنبلي، أيضا يقول وقرأ ذات يوم واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد. في يوم من الأيام قرأ الحاكم الأموي. من هو الحاكم الأموي الآن؟ سأتحدث عن الوليد كمثال. وقرأ ذات يوم واستفتح وخاب، قرأ هذه الآية، واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد، سورة إبراهيم. يقول فدعا بالمصحف فنصبه غرضا للنشاب وأقبل يرميه وهو يقول أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر، يخاطب القرآن يقول له إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي خرقني الوليد. ويقول أيضا في الشذرات، وذكر محمد بن يزيد المبرد أن الوليد ألحد في شعر له ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الشعر قال تلعب بالخلافة هاشمي. هذا لاحظ يتكرر عندهم، هذا نهج، هذا قانون، هذا دستور. يقول تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتى، بلا وحي أتاه ولا كتاب. أذن ماذا يقول ومن ذلك الشعر؟ يقول تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. وذكر محمد بن يزيد المبرد أن الوليد، لا زال الكلام مع من؟ مع شذرات الذهب، في شذرات الذهب. وذكر محمد بن يزيد المبرد أن الوليد ألحد في شعر له ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الشعر يقول تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. هذا المورد الأول في شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي الحنبلي. المورد الثاني لسان الميزان عبد الصمد. لسان الميزان ماذا يقول؟ تسلسل 56، عبد الصمد بن عبد الأعلى وكان يتهم بالزندقة. هذا هو الحكم الأموي. هؤلاء هم الحكماء، هؤلاء هم الحكام الأمويون، هؤلاء هم أولياء الأمور، هؤلاء هم أمراء المؤمنين، هؤلاء هم خلفاء الله وخلفاء الرسول، هؤلاء هم قادة الإسلام. يقول عبد الصمد بن عبد الأعلى، لسان الميزان يقول عبد الصمد بن عبد الأعلى وكان يتهم بالزندقة، وهو أخو عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني، وكان يؤدب الوليد بن يزيد بن عبد الملك. هذا عبد الصمد المتهم بالزندقة كان يؤدب الوليد، كان يؤدب الوليد، أستاذ الوليد، شيخ الوليد، مؤدب
الوليد، يربي الوليد على الأخلاق، يعطي للوليد الأخلاق، ويعلم الوليد القرآن، ويعلم الوليد الأحكام. هذا مؤدب الوليد. من هو عبد الصمد؟ يقول عبد الصمد بن عبد الأعلى كان يتهم بالزندقة، وهو أخو عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني، وكان يؤدب الوليد، وكان يؤدب الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ويقال أنه هو الذي أفسده. دائما يرمون الفساد على غيرهم، يفسد الوليد، يفسد الحاكم الأموي، يقولون السبب فلان والسبب فلان والسبب فلان. عندما يتخلون عن الخليفة الثالث ويذبح الخليفة الثالث وترتكب الجريمة بحق الخليفة الثالث عثمان، يقولون من فلان وفلان، السبائية أو ابن سبا أو الزنديق الفلاني أو اليهود الفلاني، يرموها على أشخاص وهم في قعر وحضيض الخيانة والفساد والتخلف والانحطاط والتخلي عن الخليفة أو عن الأمير أو عن صاحبهم أو عن إمامهم، يتخلفون عنه، وبعد هذا يقولون السبب فلان وفلان. فأين أنتم من فلان وفلان؟ كما يحصل عند أهل الكوفة مجتمع أفكار عقول مجتمعة على الانحراف. أيضا كل الموارد، كل المصادر، كل الخطباء، كل الروزخونية، كل المخادعين، كل المستأكلين يقرؤون المقاتل، المآتم، الخطابات، يتحدثون عن أهل الكوفة وخيانة أهل الكوفة وغدر أهل الكوفة وكتب أهل الكوفة وخطابات أهل الكوفة وكلام الإمام بحق أهل الكوفة وكلام زينب والإمام زين العابدين بأهل الكوفة. مع هذا يقول لك أهل الشام هم قتلوا الحسين، أهل الفلوجة أحفاد قتلة الحسين، وأهل الرمادي أحفاد قتلة الحسين، وقتلت الحسين وأحفاد قتلت الحسين في الموصل، وهم يبكون على الحسين لأن قتله أهل الكوفة. هم يسمعون من الرزخونية، من المخادعين، من المستأكلين، من السستاني، من غير السستاني، بأن إذا تكلم السستاني، إذا صدم السستاني شيئا، من أسلام السستاني، من يتحدث باسم السستاني، بأن الكوفة هم من قتل الحسين، هم من غدر بالحسين، هم من أرسل الكتب إلى الحسين وأتى بالحسين ثم غدر به ثم قتله ثم مثل به ثم قطع رأسه. وهنا أيضا يقولون أفسده عبد الصمد. هل هو طفل حتى يخدع؟ يقول ويقال أنه، أي عبد الصمد، أن عبد الصمد يقال أنه هو الذي أفسده. قال محمد بن جرير الطبري في تاريخه: وظهر من الوليد من المجون والفسق أشياء حمله عليها مؤدبه. قلت ولعبد الصمد قصة. ولعبد الصمد قصة. الكلام لمن؟ مع من؟ مع لسان الميزان. لسان الميزان يقول، هو ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان يقول: قلت ولعبد الصمد قصة مع سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، فقال فيه سعيد يخاطب هشاما أنه والله لولا أنت، يقول فقال فيه سعيد يخاطب هشاما، يخاطب هشام الخليفة الأموي، يقول له أنه والله لولا أنت لم ينج مني سالما عبد الصمد، يعني لولا أنت لم يخرج سالم مني عبد الصمد. قصيدة هذه، هذا بيت منها، هذا حسب الرواية. يقول فقال فيه سعيد يخاطب هشاما أنه والله لولا أنت لم ينج مني سالما عبد الصمد. قال الضحاك بن عثمان: كان سعيد. من سعيد؟ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. يقول الضحاك بن عثمان: كان سعيد جميل الوجه، وكان عبد الصمد لوطيا زنديقا. من الذي يقول؟ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان راوده هذا. عبد الصمد راود سعيد على نفسه، وسعيد يشكو لهشام، يقول له لهشام للخليفة الأموي هشام، يقول له لولا أنت لقتلت عبد الصمد، لولا أنت لم يخرج عبد الصمد مني سالما. وماذا فعل هشام لعبد الصمد؟ ماذا حصل لعبد الصمد بعد مراودته لهذا؟ ماذا، ما هي العلاقة التي بين عبد الصمد والوليد الذي كان عبد الصمد مسؤولا عن تربيته، عن تعليمه، عن تأديبه؟ ماذا حصل؟ ماذا فعل؟ ماذا صدر من الحكومة الأموية، من السلطة الأموية؟ هل يصدر شيئا؟ هل تتوقعون يصدر شيئا؟ لا يصدر شيئا، بل تخفى وتمحى وتدفن مثل هذه الأمور بعناوين مختلفة. لكن لماذا تصدوا للوليد وحكوا عن الوليد وشنعوا بالوليد وكشفوا بعض قباح الوليد؟ لماذا؟ سنعرف. لخصومة خاصة، لعداء خاص، لمعركة خاصة،
لتناطع خاص بينهم حتى ممكن أن يرجع إلى جانب فكري عقدي يدخل فيه أئمة الضلالة ووعاظ السلاطين. يقول: قال الضحاك بن عثمان: كان سعيد جميل الوجه، وكان عبد الصمد لوطيا زنديقا. هذا الكلام المنهج الأموي، نفس المنهج السيستاني. كل الفساد عند السيستانيين، عند أزدام السيستاني، عند أتباع السيستاني، لكن أحدهم يطمطم للآخر، أحدهم يغطي على الآخر. كما في الفساد يوجد بينهم مشاكل وخلافات، وأحدهم يتآمر على الآخر، لكن ضمن حلبة، حلبة صراع محددة لهم لا تخرج إلى خارج هذه الحلبة. عندما يكون عندهم عدو خارجي يتحدون ضد العدو الخارجي، كما في سياسي هذا الزمان التابعين لهذه العملية السياسية التابعة للسيستاني والمقادة والمنقادة من قبل السيستاني والمشرعنة من قبل السيستاني والتي يديرها السيستاني والتي يطبل لها السيستاني كمؤسسة طبعا، وكأزلام وأتباع ووكالات عالمية مخابراتية أسست وأوجدت السيستاني وربت السيستاني وصرفت على السيستاني وهيئت السيستاني وأبرزت السيستاني وثبتت السيستاني. وليس ببعيد وليس بغريب وليس بخافي عنكم القبائح والمقاطع الفاسدة الإباحية التي صدرت من وكلاء ومعتمدي وخصاء السيستاني، وكيف دفع الأموال الملايين من الدولارات من أجل أن تسحب من المواقع ومن المواضع والأماكن والموارد التي نشرت فيها، سواء كانت في المطبوعات أو على النت أو في غيرها. وسيأتي أيضا كلام عن هذا الأمر. إذن هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث: ابن عساكر في تاريخ دمشق قال تسلسل 4074575، يقول: عبد الصمد بن عبد الأعلى بن أبي عمرو أبو وهب، ويقال أبو بكر الشيباني، مؤدب الوليد بن يزيد، الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي أمير المؤمنين ولي الأمر، يقول: مؤدب الوليد بن يزيد شاعر، كان يتهم بالزندقة، وهو الذي أفسد الوليد بن يزيد. قرأت، يقول قرأت محمد بن جرير الطبري حوادث سنة 100، يعني الكلام لا زال لابن عساكر في تاريخ دمشق، محمد بن جرير الطبري حوادث سنة 125 تاريخ الطبري في الجزء السابع، يقول يعني ينقل عن تاريخ الطبري الجزء السابع، يقول ابن عساكر يقول: قال الطبري: ظهر من الوليد بن يزيد مجون وشرب الشراب، حمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيباني أخو عبد الله بن عبد الأعلى، وكان مؤدب الوليد، وكان مؤدب الوليد. كيف حمله؟ فتح فمه بالقوة ووضع في فمه وأجبره على شرب الخمر. أتى بالوليد وجرد الوليد من كل ملابسه، وأتى بالنساء الساقطات وجبر هذا وجبر هذه على ممارسة الزنا والعياذ بالله. ما هذا العقل؟ ما هذه الخرافة؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا السقوط الفكري؟ يقول: حمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيباني أخو عبد الله بن عبد الأعلى، وكان مؤدب الوليد. لا عتب على هؤلاء، العتب على من يصدق هؤلاء ويقبل بمثل هذا الكلام. يقول: قال الطبري: ظهر من الوليد بن يزيد مجون وشرب الشراب، حمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيباني أخو عبد الله بن عبد الأعلى، وكان مؤدب الوليد. فكان هشام الخليفة الأموي، لا زال الكلام مع الطبري ومع المصدر الرئيسي وهو ابن عساكر، يقول: فكان هشام الخليفة الأموي يعيب الوليد، كان يعيب الوليد وهو ابن أخيه، كان يعيب الوليد وينتقصه. يقول: فكان هشام يعيب الوليد وينتقصه، وكثر عبثه به وبأصحابه، يعني كثر هذا بهذا التوجيه، وكثر عبث هشام بالوليد وبأصحاب الوليد، وكثر تقصيره به، تقصير هشام الخليفة هشام بولي عهده بالوليد. فلما رأى ذلك الوليد خرج، وخرج معه ناس من خاصته ومواليه، فنزل بالأزرق، ربما منطقة في الآن تسمى في الأردن، في بلاد الأردن، وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى، فشربوا يوما. فلما أخذ فيهم الشراب قال الوليد لعبد الصمد، قال الوليد لعبد الصمد: يا أبا وهب قل أبياتا. فقال ذكر أبيات، لم أذكر هذه الأبيات أنا. يقول: وبلغت الأبيات إلى هشام، يقول: وبلغ هشاما فقطع عن الوليد ما كان يجري عليه أو يجري عليها أو يجري عليه من أموال، قطع عنه الأموال والمؤونة، وقطع عن الوليد ما كان يجري عليه،
وكتب إلى الوليد: بلغني أنك اتخذت عبد الصمد خدنا ومحدثا ونديما، وقد حقق ذلك عندي ما بلغني عنك، ولست أبرئك من سوء، فأخرج عبد الصمد مذموما مدحورا. يقول فأخرجه. الآن يقول ابن عساكر والطبري يقول: وكتب الوليد إلى هشام يعلمه إخراج عبد الصمد، واعتذر إليه مما بلغه من منادمته. تخلى عنه، ما أسرع ما تخلى عنه، تخلى عن عبد الصمد. يقول: وكتب الوليد، هذا هو الوليد، هو ولي عهد هشام، ولي العهد، هو تخلى عن نديمه، تخلى عن عبد الصمد، تخلى عن مؤدبه وأستاذه. يقول: وكتب الوليد إلى هشام يعلمه إخراج عبد الصمد، واعتذر إليه مما بلغه من منادمته، وسأله أن يأذن لابن سهيل، هذا شخص آخر، وسأله أن يأذن لابن سهيل في الخروج إليه، وكان ابن سهيل من أهل اليمن، وقد ولي دمشق غير مرة، أكثر من مرة صار واليا على دمشق، وقد ولي دمشق غير مرة، فكان ابن سهيل من خاصة الوليد، فضرب هشام ابن سهيل ونفاه وسيره. هذا المورد الثالث، وهو عن ابن عساكر في تاريخ دمشق. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.